وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي صفر، يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ده في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدي في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابن مالك. طب يا اخي روق كده، امال وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسوح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات وحياه النبي خدتها ورميتها. بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسوح، البنت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه في شارع مين دي يا ابن عبد حميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عيني وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي. عظيم بيمين ابدا، لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه؟ وزير الداخليه يا عم طه. لا 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 لا، ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك، مع سعادتك. اكيد يا فندم، هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم، مع سعادتك يا فندم. مع الوزير يا باشا. ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا هو ولا حد في المدرسه. هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المرايه تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه، هو يا دوب شويه شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره، وابوه قاعد مش لازمه يقول لك يا بنت راجل اربط عندك، اربط عندك يا اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ دي صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحي. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحي. انت ما تعرفهاش نجلة وجدي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. اديك قلتها. يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحي في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت معاك صورة ولا انا بجد؟ يا اخي انت مالك؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يا عم. تعالى هنا. انا واخد امر ان انا اربيك. عرفت. فين الصورة اللي معاك؟ وريني. وريني. انا هركب واصغر حتى ما هي بقى. ايه دي؟ شوف دي عاملة ازاي؟ يا نهاركم اسود، هي هي الولية. بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. الله الله الله. الله الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوه بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيترفدوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وري. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت، ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ متفق عليك التسبيح. اترمي هنا، اترمي وزير تحت الملايه. ده انت نهار ابوك اسود.